السلام عليكم. هذا هو الفاسك اللي قلت لكم غنشارك معاكم، اللي مصيب كله بالرخام كيف ما كتشوفوا، من رخام ديال فيغ غواتيمالا. صراحة جا زوين وجا غادي مع لو تيم ديال الحمام البلدي. كما قلت لكم هذا راه كاين مع الحمام البلدي، كيف ما كتشوفوا معايا الما كيدوز من هاد البلاصة راها صغيرة بزاف، تخيفين وفين يا مزيان، كيف ما كيوحل فيها لا وساخ لا زغاب لا شعر لا حتى شي حاجه. وكاين فيها واحد الميل يعني مصيب مزيان، كيف ما كتبقى لا ريحه بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الريحه، ما كتبقى حتى شي حاجه. كيجي راقي، كيجي زوين. كما قلت لكم اللي دخل هنا للدار كيسولني عليه، بالنسبه للناس اللي غيقول لي علاش درتي المرايه والبلاصه الاخرى وتحت من الفاسك فيه الالومنيوم، حيت درت الالومنيوم حيت هو احسن اختيار بالنسبه لي، احسن من البي في سي بالنسبه للبلاصه حيت فيها الحمام بلدي يعني كتسخن. كما كتشوفوا معايا هنا راه الحمام، هذا الحمام بلدي اللي مدور بالنحاس، حتى هو في الجلسه ديالو درت ليه فيغ غواتيمالا. هذا الحمام تخدم بالخضر والبيج، جا زوين كما كنت شرحت لكم في الفيديو ديال زليش في البيت ديالي. ها هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا، جا زوين. راه التصوير ما عطيش الحق ديالو، انا الصراحه باقا ما كنفهمش في لي تكنيك ديال التصوير، راه جا رائع.